سي بوكو ريدا، تحية للناس ديال الرباط المغرب. تربات. تولتي في الرباط؟ اش من بلاصه؟ في الرياض. ما عقلتش تولت في السبيطار. اش كضحك في المغرب كنت تولت؟ ما كنت تولتي في الران في السبيطار. ولا حيت كاين ناس تولدوا في الجور. شكون اللي معاك في الدار؟ ولف غير جوتشي. هادشي واش كتقول ولفي معايا؟ معايا جوتشي. بغيت نقول لك واحد الحاجه قدام هاد الناس هادو، كلشي في لي ميساج ديال عندي بقيت يقول. المهم بعدا الحمد لله دابا انا ما عرفتش واش بقاو لي لي ميساج، واش دابا نشوف لك بريفي حيت كثروا تبارك الله. كثر راك عارفه اخوان. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، باننا نحن الحمد لله لقينا المشكل نتي كيسوني بلانكوني، واخا دابا تصوني انت، و اي واحد بغي يصوني معاك مرحبا. تبغي بقيت انا سوليوشن راه درتها في مسكينه، حتى حتى في ستوري الدري اللي وراتني كيفاش مسكينه كتدخل التليفون. المهم راه حتى في ستوري وريني انا شفت حتى تدخل تشوفي. المهم بنادم ما يصدعك كاع بلانكوني واخا يعيا ما يطير. ما عمرني في حياتي ما عرفت حتى شكرا لك البنت. شوفي بغيت نقول واحد الحاجه، هاد ليا ما حسيت بك شويه صافي اللي كاين نقولي. شوفي قدام هاد الناس انا راه درويش هما يقولوا لك. واش هاد السيد حمق؟ هما يقولوا لك هما يقولوا خوتي واش انا درويش؟ واش حمق؟ واش انا عمرني قمت شي بنت؟ دابا مالها على هاد الهضره؟ انا بغيت عمرني قمت شي بنت. نسيتي التليفون كنت تعاود الهضره. ما عرفتش اش قمت. واش انا عمرني قمت شي بنت اخوتي؟ ياك اللي كتجي مرحبا السلام عليكم. والله تنشطوا مع هاد الناس مساكين اللي مسقوبيله وحنا مصدعين معانا. غير نعطيك واحد الاسئله غير انا اللي كنسولك صافي. هما عندي مازال التفتاوي حتى للجاز وتجاوبين كي دابا غير بيناتنا خفاف. احنا خفاف الدراري ترفتات ونص تقولي عليا باش نوضو نتصحى. ما تقولوش لي خليك. لا لا اخو الى عطاوك 24 ساعه واش غادي تولي جاي ولا ليزبيانه؟ ليزبيانه. اش كتضحك؟ ما الحمد لله وما نضحكش يا على هضره كنضحك. انا شو با اوف انا جادور لي زوموسيكسيوال ولي ليزبيان. علاش كتبيني غير في تصاورك بزاف فرحان شنو؟ زعما اش كنبين ما بواتخين خفيف؟ لا ماشي غير ما بواتخين، ما شفتش وقيله تصاوري كامل. بغي يقول لي دابا جاوبني على السؤال ديالي. انا واحد انسان ما انا بوكي واحد خونا بوكي واحد خونا. انا نشرح لك الموضوع. انا جو سوي اون بيرسون كي تري نوديست. جيم بيان لو كور، جيم بيان لو كور دو لا فام. جو تروف كو لو كور دو لا فام سي دو لار كي جيني واو. كنبغي انا من النوع اللي كنشوف بنت زوينه كنقولها واو انت زوينه هكا من طبعي. جو سوي بيرسون جيم بيان ميتر مي فورم اون فالير. كيعجبني عاجبني راسي ماشي عاجبني راسي كيعجبني نبين باغ اكزومبل. انا جو با دير غراس ا موا ولكن ا فورس انني كنتصور كيف ما بغيت. وهذا هذا كانوا بزاف الناس عندهم صدر كبير مثلا كانوا باغيين ينقصوا منه ولا خازنينه حيت كيقول لك لا كيعقدوهم بصدرهم. لا ولاو البنات عادي واخا عندنا صدر كبير. تحيه للبنات اللي عندهم صدر كبير، عادي انهم يبينوا صدرهم، عادي انك تاسيمي ربي عطاك داك الشيء ماشي باش تخزنيه ولا حيت هو لا ما خصوش. فهمتي اش بغيت نقول لك ولا لا؟ شكون كيعيط عليك؟ لا نكوني كتهضروني ندير عيصوني انت باقي مقاتلين باقي مقاتلين. الا قالوا لك تخرجي شي جروب من البنات ديال لي دي تورك، شكون هي الاولى اللي غتخرجيها سميتها وكنيتها؟ اللي شي وحده نقول يقولوا لي تخرجها من لي دي تورك. شكون هي اللي غادي تخرجيها البنت؟ كاين حتى شي وحده باغا نخرجها بوغ لانستون. تجاوبيني ولا غادي نحكم عليك؟ ماشي تحكم عليا الصاد. ما كاينش شي وحده نخرجها نصدق نخرجها شي وحده هكاك. واش كتصلي في رمضان ولا لا؟ الحمد لله الحوامضه هادي دير فيها فقيه الجامع هيدور السبع. شوفي شوفي دابا شوفي انا فاش كنس مقطع عليه سولك واش كيعيطوا عليك؟ لا لا غير 20% ديال التليفون. قلت لك واخا يعيو دابا جاوبين. واش كنصلي في هذا رمضان؟ لا صراحة كنقطع زعما شي نورمالمون، مي دابا بو لانستون عندي حبوبة فهمت. مي شنو فهمت كيفاش كيجيك سعد المجرد؟ دري كيفاش كيجيك سعد المجرد؟
ما ادري كيجيني عادي صعد المجرد شنو كيجيك عادي كيجيني يقول مغني ورحنا ما رحناش نقول في الله حرام مغني مغني كيجيك كيجيني مزيان عادي مغني واش حتى درتي الاقعد بديتي كتربي سيدي عليه ولا اكتسبتيها ملي كنتي صغير زعما واش تا وليتي كتدير الفلوس ديالك بوحدك دابا كنتي عايشة في الدار نو من جيم ديما في الرضاعة ديما عندك طوموبيل لا ما جبتش بيرمي سقطت قوي على اول في ما عندهاش طوموبيل والله ولكن قال لي بابا عادي حيت في العائلة ديما عمي حتى هو عاود البيرمي 4 المرات كنت دوك عندكم عندنا الشيف عادي انت ما عندكمش الشيف كده هادي وهي الطم انا ما شكك ولكن كنت باغا بيرمي صراحة ولكن هذاك اللي كان كيسوق بيا المدرب قال لبابا الحمد لله زعما ما جابتش البيرمي كون وجدتي لها قبر في الكوفر كان زعم بزاف فاش اول مره ركب معايا بغى يدربني جيتو كيليميني قال وينو قال اصلا انا ما عنديش مشكله مع البنات حيت البنات كيخافوا ايه واتفرج فاش عطاني الفولون كنت غندخلو فواحد الطوبيس فواحد الرومبو وعلاش مالك بغيتي تموتي صغيرة ومازال كلشي تاع انت كيعجبني الراجل لا مش هيك كنبغي لادرينالين كنموت على الادرينالين ملي كنت صغيره كنركب دوك اللعاب د لافواغ هذوك اللي ما كيركب فيهم حتى شي واحد كيقول لك موان 18 عم كنكذب عليهم كندير انا عندي 15 عم كنكون عندي 18 وباش كيطلعوا كنبقاو معلقين وراسي لتحت كنموت انا على هذا الشيء شكون احسن شكون كيجيك احسن في الميك اب نهيلة باربي ولا دينا اقصبي نهيلة باربي ولا نهيلة باربي ومالك مع دينا اقصبي هاري واش هذا حمق اوي لحي لا فرانشمون اون فيت جو تي دير انا دينا بي جو تروف كيل سي فير سون لو ميك اب ليها باغ كونتخ نهيلة كتصرع لي دو بارتي فهمتي بحال دي سافانا حتى انا كنعتبرها ميك اب ارتيست حيت كتعرف تصرع الميك اب لبنادم انا بالنسبة لي ميك اب ارتيست شنو هو ماشي تعرف دير الميك اب لوجهك هي فاش كتصرع الميك اب لشي واحد اخر فهمتي اما راه ساهل وجهك راه كلشي كيعرف يدير الماكياج لوجهه سورتو لا كان وجهك زويون فهمتي سي با ديفيسيل ولا كان وجهك خايب وديك الساعة خاصك تبني خاصك دير الصباغة ديال بصح انت ما فاش كيما كيبان ميك اب ارتيست ديال بصح فهمتي اما وجه ديجا عنده لا باز زويون غتخربق ليه كيبان زويون مزيان راه سي ريان دو تو اي واحد يقدر يدير هاد القضية الفنان اللي الفنان اللي ترفضي الى اللي ترفضي الى قالك نتصاحبوا شكون هو الفنان اللي قالك نتصاحبوا تقولي له لا شي فنان يقول لي نصاحبو ويقول لي لا ما عرفتش نخيرك عشان لي حد هاد الساعة اخويا باش نحط راسي في هاد يا البوزيسيون مازال ما حشرك حتى شي واحد ولاو كيخافوا شي وحدين كانوا مشهورين سوبريمو الكونفرساسيون انا وياهم كيسحب لهم نحطهم بوجههم بان لي دابا عاد نبدا نحط بنادم بوجههم بقى كيهضر معايا حد اخويا سيمو ارتاح وراك عارف راهم عرفوا وراني راهم عارفين ملي دخلت على الخط داكشي علاش قلبوا عليك لا انا اصلا نقول لك واحد الحاجه لا 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 ثاني اكيد لا ماشي شوف لا ماشي انا ماشي برهوشه انا ماشي ما كاين لا المكنه براوش انا ماشي براوش قيد صافي دخلت على الخط ما كاينش اللي غيهضر معايا واش دخلتي على الخط اخويا فاش دخلت على الخط ما بيني وبينك والو تبقي تقولي هكا في اللايف دابا يقولي في اللايف قولي في اللايف تنساليو تنساليو ونتفاهمو تنساليو ونتفاهمو إلي فو إلي فو هادي فو واش الحب ولا سيدي علي الحب ولا سيدي علي حب ولا سيدي علي سيدي علي هو الحب والله انا ساكن من اخت سيدي علي كل ملي كنحب قبل ما نبقاو نهضروا ولا سيدي علي كنكون كلاج والله الا كنتي مصابه مع شي واحد وصاحبتك كتبغيه اها وصاحبتك كتبغيه كيفاش انت دابا انا مصابه مع شي واحد دابا انت ماشي مصابه مع شي واحد شوفي دابا انت ايوه تبان اها دابا انت طايحه مع هذا الدري هذا وصاحبتك ديجا هو الاكس ديالها وكتبغيه وانت دي وانت بس دابا انا مصاحبه مع شي واحد هو الاكس تاع صاحبتي اصلا ما غنكونش مصاحبه معاه واخا ما غاديش تكون في راسك بينه هو الاكس ديالها وتصيفي وليتي كتبغيه ودابا صدقتو بجوج كون كتبغيه ولات عندك صاحبتك قالت لك هذا راه هذا راه مازال كنبغيه وانت ديجا مزعوطه فيه واش غتخلي صاحبتك ولا غادي تمشي مع صاحبك اللي هو الاكس ديال صاحبتك لا غادي نخليهم غير نخليهم يرجعوا مع بعضياتهم حيت هي عرفاتو قبل مني بكل روح رياضيه وغبن وغنشرب سيدي علي على قلبي ونسمع الراي وطاهور وداوديه وغنبكي واحد الشهر وصافي غننسى بكل روح رياضيه
حتي عرفتو قبل مني، فهمتي البلان، وانا كنت عارفه اصلا انها هي مصاحبه مع عليك الساعه، ما كنتش غنصاحب معاها. رسالتي لك 3:30، عايز نمشي نشوف شحال الساعه. تبقى معاكم مازال عاد 3:30. والله يتم الله الدراري باش تعرفيهم، والله الدراري عشران وحقر. شنو هذا كل شيء واحد يقول لك من البنج ماشي راجل. انا ما فهمتش واحد الحاجه، علاش البنج ديما كيبقى تجبد في اللايفات تاعي؟ وصافي بلاد ماشي كتب كومونتير، خليك تكتب واش نتيا جبتي على فمك ولا جبتي على فمك. السيده سولناها قالت لك بينه وبين الاخر احسن وتحيه للبنج من هذا اللايف. كعفوش صحه صحه، حنا بنادم صحه خصو يبدا يدخل، ولا صحه بنادم خصو يتجبد عندنا في اللايف؟ ما فهمتش. واخا الفنان إذا جا معاك، إذا جا عندك مع عمل فني، شكون الفنان اللي تبغي تخدمي معاه؟ فنان ماشي فنان، فنان فنان، مغني، ممثل. دابا ما تيقنيش لك، ما كنعرفهمش. انا ما انا نقول لك واحد الحاجه، انا واحد الانسان مقطوعه على دوزام، كنتفرش دوزام كنتفرش، ولا ما كنعرفش الممثلين، ما كنعرفش الفنانه. كتعرفي رشيد الوالي؟ كنعرفش رشيد الوالي هو اللي داير هوليوود سمايل، وكان عنده شي لا ديك رشيد شاو. قلت لك شكون رشيد الوالي؟ عاود رشيد الولالي. شنو كيدير؟ ممثل؟ ها انا زين في ممثل، ما كنعرف، ما عرفتيش؟ عارفه السميه ولكن شنو كيدير ما با فريمون. انا حيت ما عايشه فهمت 5 سنين ما كنت في المغرب، ما متبعش المغرب بزاف. مي جونغي شي واحد نبغي نخدم معاه شي كولابوراسيون. اجي نقول كتعرفي عبد القادر جبران معروف هذا، ما تقوليش ما كنعرفوش. لا ما تعيقيش، ما تزيديش فيه. والله اخويا كنعرف، انا غنفضوح هنا، قول لي هضر لي في اي واحد بحال دابا هذاك الناس اللي كيديروا الضحك النشاط، هما اللي متبعاهم اللي فهمتي مقشب، ما كنتبعش انا. دابا شكون هذا؟ قول لي وانا نقول لك. كتعرفي ذاك رشيد رافق؟ ما كتعرفيش رشيد رافق؟ شفت الباب سد، ما كتعرفيش رشيد رافق؟ رشيد رافق هو اللي كيدير نظر ديال الشوف، كيضحك كيضحك. اه داك عرفتو اجي نقول لك. وكتعرفيش وكتعرفي ياسر داك القراع؟ القراع عرفتيها؟ القراع ياسر وليد تلبها بزاف. ما عرفتش مهم، ما قول لي والله، والله ما عرفت، ماشي والله ما عرفت يا خوت، ما عرفتيش تلبها دابا. وبنات المهم بلا صحاباتي الناس اللي كيعرفوني مزيان عارفين انني ما كنتش. هما قالوا لي 3:25 الدراري غير ضرب 3:30 قولي لي كنت خوكم غير نتحروا. انا قبل ما لا فيديو ديال القايده ايتترا ايتترا، فو دوفي فو دوفي سكو فو دوفي سافوار سي كو، انا عمر ما كنت في هاد طبقه انستغرام ديال المغرب، زعما ما كنعرفش ما نتبعاش، ما مؤخرا عاد وليت كنكتشف. رجويه ولا وداديه؟ انا رجويه ولا وداديه؟ دغيا رجويه ولا وداديه؟ دابا ودابا انا نشرح لك واحد الحاجه. دابا خفت نقول انا هذا وداديه يتقلقوا مني الراجا، والراجا ينقص، وتخاف نقول انا وداديه ويتقلقوا مني. هي واش وداديه ولا رجويه؟ ما كنت هي انا نقول لكم الصراحه كنت ما عارفه منيش. دابا انا ما كنتبعش الكره، ولكن كنت كنقول زعما انا نكون وداديه، حيت زعما درابو حمر كتعجبني الحموريه، ولكن المهم الا كنت بغيتو نكون رجوي نقدر نفكر. المهم غريوني وانا نشوف. المهم شكون اللي كيربح الماتشات ديما مقودين واللعيبات؟ انا نمشي مع دابا انت وداديه وي ورفي وداديه اخوتي. مالك سكتي هاد السكوت؟ على انا نجاوب لك واش ياك بجوج مغرب فريق واحد، اهم حاجه ياك مغاربه. شوفي فاش سبيتي داك النهار وداديه وداديه، فاش تقلقتي على الوالد ديالك داك النهار، شنو كان سبب الخلاف حتى غوت عليه؟ السبب ديال الخلاف مع الوالد تاعي تغوت عليه. شاد الله قولي. كنت صغيره ما عقلتش. وصلتني واحد الهضره اول شيء. لا واش بصح كيعجبك السيمو؟ دابا اش كتسولني هاد السؤال؟ شحال الساعة؟ شحال الساعة؟ انا غادي شوفي فاش غادي تجي للمغرب
نيجي نقدم هاد الناس هاد كي عارفه شنو كاين دابا نبقاو نهضروا بزاف ما عرفاش اخويا بعدين وردي بحال زعما حيدتي لي نص الموسطاش وخليتي لي الموسطاش والله ما حيدته والله حتى اليوم كنا غنديرو شي تحديات واري غدا ان شاء الله راه قلت لك شوف راني حيدت لانكوني من التليفون زعما راه واخا بنبقى صوني غدا غادي ندير لهم شي حاجه اللي هي بق بق هبل 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 والله الا دور فيها زعما الدراري نسمحوا لي على هادشي هذا ولكن لقيت اخوتي اللي غنكمل معاه حياتي انا جيت منيش انا ورقص حسن منك كتبت ايام تبقى تنوض وتبقى هذا قال لك نمشيو نتسحروا ويا سيروا تسحروا سيروا وولفي شنو بان لك نتسحروا ونديروا شي لايف ما الصراحه لا انا وياك عارفه شوفي انا وياك شوفي تعلموا جداب اللي بغى شي حاجه هاي 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 ايوا ايوا الكراش تاعي فين نخليوه واش من داك شوشو ولا فوشو قاسي يبقى يدوش حيد عليا من شوشو لا خويا انا عندي شوشو باين داك شوشو غير سميتو لا داك شوشو كيعرفني قال لك واش نجيب اللايف تسيمو كتابه هذاك غير اميدو كلاس كاين واحد الكراش كيفاش دابا كاين صافي الله يسهل عليك معاه صافي الله يسهل عليك معاه كاع مالنا حنايا كيف خدمتي ما عرفتش بقى الدريب بحال هكا كيفاش تشعلي فيا الاعصاب حيت عرفتيني كنتعصب عين بلوكي واحد خونا وولفي وات انا بغيتك تعلميني لونجلي I don't have a very good English. Yes. Hola? Yes, yes. My English is bad. Like you. I don't have any accents. I like you. Thank you. I like me too. كاتو 30 دقيقة. شكي تيكو شكي يقول لك ده تصحر. تيه ده تصحر. واد قلك عنيبة. ودي كنبغي ندير لكم اللايف وانا تسحر سيمو والله يا خوتي شوف والله حنا بغينا ندير انا كنت نسحر الدراري حنا بغينا نجد معكم شويه ستون عقلو انا جيت نسحر انا غادي نجي صافي اول في والله كنبغي نجد معكم ستون الله اول في صافي الله اول في الله ندير لهم بيجو واش تسطيتي الله اول في صافي بغيت نبقى وريت نبغيكم والله شوف الدراري ما بقاو والله حتى ضحكنا اول في راكم عارفين الضحك والنشاط شي نقصي شويه ونجي صافي روحي